السلام عليكم. إن شاء الله في هذا الفيديو سنتطرق إلى المراحل التي يأخذها ملف القرعة من مرحلة تأكيد المؤهلات إلى مرحلة ما بعد المقابلة. والمرحلة الأولى هي تأكيد مؤهلات. يتطلب برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة Diversity Visa لمقدم الطلب الأساسي الحصول على تعليم ثانوي أو ما يعادله أو خبرة لمدة عامين في العمل على النحو المحدد في أحكام القانون الأمريكي. فيجب على المتقدم أن يحصل على شهادة البكالوريا وهو ما يعادل 12 سنة تعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، أو يجب أن تكون لديه خبرة في ميدان من العمل يكون مصادقا عليه من طرف وزارة العمل في أمريكا Department of Labor. وللتأكد من أن خبرتكم مطلوبة في هذا المجال يجب أن تدخل لهذا الموقع ONATS Online وتذهب إلى Find Occupations، ثم تختار Job Family، ومن بعد تختار ميدان العمل الخاص بك، مثلا الكمبيوتر، تختار أي مهنة Computer Informatics، وتدخل إلى Zone. هذه مثلا 8 and above، هذه مهنة مقبولة، يعني انت تختار المهنة على حسب الزون، ومن ثم تعرف ان المهنة الخبرة التي لديك هي بمثابة انك حاصل على شهادة البكالوريا ويمكن قبولها. المرحلة الثانية تقديم طلب تأشيرة الهجرة. يجب على مقدم الطلب الرئيسي وجميع أفراد الأسرة المتقدمين للحصول على تأشيرة التنوع في برنامج Diversity Visa إكمال نموذج DS-260. ستحتاج إلى إدخال رقم حالة الديفي الخاصة بك في نموذج الDS عبر الإنترنت للوصول إلى المعلومات الخاصة بك وبعائلتك والتي قمت بتضمينها في إدخال الديفي الأصلي، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يتغير الأحوال العائلية، مثلا الزواج أو الإنجاب طفل جديد أو طفلة. في هذه الحالة يمكن إضافة جميع أفراد أسرتك الجدد، وهذا قانوني ولن يؤثر على ملفك ما دام أن تاريخ الولادة أو الزواج هو بعد تاريخ دفع الطلب الأصلي. لكن في حالة إذا ما كان تاريخ الزواج أو الإنجاب قبل دفع الطلب الأصلي ولم يتم إدخالهم في الطلب الأصلي وقمت بإدخال في DS-260 فسيتم رفض طلبك. في صفحة التوقيع والتقديم في DS-260 ستحتاج إلى إعادة إدخال رقم حالة الديفي الخاص بك دون الأصفار على سبيل المثال التالي. سيؤدي إدخال رقم الحالة الكامل باستخدام الأصفار إلى حدوث خطأ في التحقق من صحة المعلومات. المرحلة الثالثة تحميل الوثائق الضرورية. بعد تلقي مركز القنصلية في كنتاكي نموذج الطلب DS-260 لك ولأفراد عائلتك المرافقين، ستتلقى تعليمات حول كيفية تحميل الوثائق المطلوبة وتحميلها على الموقع الخاص. لن يتم تحديد موعد للمقابلة الخاصة بك حتى تقوم بتقديم نسخ من جميع المستندات المطلوبة، كما يجب إحضار المستندات الأصلية لمقابلتك مع الموظف القنصلي. يوصى بشدة أن تبدأ هذه العملية مبكرا. المرحلة الرابعة تقديم الوثائق الضرورية. بعد تلقي مركز القنصلية بكنتاكي طلب DS-260 لك ولأفراد عائلتك المرافقين، ستتلقى تعليمات حول كيفية تحميل الوثائق الضرورية لإكمال ملفك. لن يتم تحديد موعد المقابلة الخاصة بك حتى تقوم بتقديم جميع المستندات المطلوبة وفقا للإرشادات. يجب كذلك إحضار المستندات الأصلية لمقابلتك مع الموظف القنصلي. سيحتاج مقدم الطلب وكل فرد من العائلة سيصاحب مقدم الطلب إلى الولايات المتحدة إلى تقديم نسخ مترجمة للوثائق الأصلية مصادق عليها من طرف جهات حكومية. سيطلب منك إحضار المستندات الأصلية إلى مقابلة تأشيرة في السفارة أو القنصلية الأمريكية. لا ترسل أي من هذه المستندات إلى مركز كنتاكي القنصلي. سيتم رمي جميع المستندات الورقية أو المراسلات التي يتم إرسالها بالبريد إلى KCC. والوثائق المطلوبة هي عقد الازدياد، شهادة حسن السيرة من الأمن الوطني،
شهادة السجل العدلي من المحكمة، وإذا كان الشخص في الجيش يمكن إحضار بطاقة التجنيد، وإذا كان الشخص متزوج يجب إحضار عقد الزواج فيه تاريخ الزواج واسم الزوجة. المرحلة الخامسة، الاستعداد للمقابلة. يجب عليك الاستعداد لمقابلتك جيدا وبعناية. قد يؤدي الفشل في الاستعداد التام للمقابلة في القنصلية إلى تأخير أو رفض طلب التأشيرة. بعد إخبارك بمقابلتك المجدولة ستحتاج إلى اتخاذ الخطوات المهمة التالية. أولاً، قم بمراجعة معلوماتك الخاصة بعناية بالدخول إلى موقع الدي في لوتري مع الإشارة إلى تاريخ ووقت ومكان المقابلة تأشيرة الهجرة. ثانياً، راجع تعليمات مقابلة القنصلية الأمريكية. قد تكون هناك تعليمات إضافية مقدمة، لذا يرجى مراجعة هذه التعليمات بعناية. يرجى ملاحظة أن بعض المعلومات الواردة في هذه التعليمات قد تنطبق على تصنيفات تأشيرات لهجرة أخرى وليس لها أي علاقة بتأشيرة الديفي. إذا كانت لديك أي أسئلة شخصية فيرجى الاتصال بالقنصلية حيث ستقدم طلب للحصول على تأشيرة الهجرة. ثالثاً، جدول واستكمال الفحص الطبي. يتعين عليك مع جميع أفراد الأسرة التي تم إدخالهم في الدي أس تحديد موعد طبي مع طبيب معتمد. يجب عليك إكمال فحصك الطبي إلى جانب أي لقاحات مطلوبة قبل موعد التأشيرة المقررة. عند الانتهاء من الفحص الطبي الخاص بك، إذا تم إعطاؤك ملف مغلق للفحص الطبي يجب عليك إحضاره غير مفتوح إلى مقابلة التأشيرة. وهذه لائحة للأطباء المعتمدين في المغرب، الدكتورة نزهة الفهري والدكتورة جنة عبد العزيز. رابعا، الصور. سيحتاج كل مقدم طلب دي في إلى إحضار صورتين متطابقتين للمقابلة. يرجى مراجعة المعلومات التفصيلية حول متطلبات الصورة للتأكد من أن الصورة ستكون مقبولة. هناك رابط سيكون مصاحب لهذا الفيديو. خامسا، دفع الرسوم. قبل المقابلة يجب على كل فرد قدم طلب دي اس دفع الرسوم التي تبلغ قيمتها 330 دولارا للفرد الواحد. هذه رسوم غير قابلة للاستيراد سواء صدرت تأشيرة ام لا. من يجب عليه حضور المقابلة؟ اذا كانت زوجتك او اطفالك الغير متزوجين سوف يهاجرون في وقت لاحق والسفر بشكل منفصل عنك، فلن يطلب منهم المشاركة في مقابلتك. سيتم جدولة موعد مقابلة منفصل. يجب عليك الاتصال بالقنصلية الأمريكية مباشرة لترتيب مقابلات منفصلة إذا لزم الأمر. ما الذي يجب إحضاره إلى المقابلة؟ معلومات الموعد الخاصة بك من فحص حالة الدخول على موقع تأشيرة التنوع الإلكتروني، صفحة تأكيد دي أس 260 والتي يمكن من طباعتها من مركز التطبيقات الإلكتروني القنصلي في أي وقت بعد إكمال طلب الدي أس 260، ترجمات الإنجليزية. إذا كانت المستند تتطلب ترجمة باللغة الإنجليزية يجب عليك بالحصول على ترجمات معتمدة وتقديمها يوم المقابلة. لمزيد من المعلومات ادخل لرابط الخاص بالترجمة. الرسوم، إذا لم تدفع رسوم تأشيرة قبل مقابلتك فستحتاج إلى دفعها قبل التحدث مع الموظف القنصلي. جواز سفر غير منتهي الصلاحية لمدة 6 أشهر بعد التاريخ المحدد لدخول الولايات المتحدة. الصور الفوتوغرافية، يجب أن تستوفي الصور المعايير الموضحة في متطلبات الصور. الفحص الطبي، إذا أعطاك طبيب ظرف مختوم يحتوي على نتائج الفحص الطبي لكل مقدم الطلب فيرجى أن يترك مغلق. يرسل بعض الأطباء النتائج مباشرة إلى القنصلية. المستندات الأصلية، يمكنك إحضار المستندات الأصلية أو نسخ مصادق عليها من طرف جهات حكومية. قد يطلب منك أيضا تقديم دليل على متطلبات العمل والتعليم وشهادة الزواج ووثائق إنهاء الزواج ووثائق الحضانة. إذا كان لديك مستند جديد لم تقدمه إلى KCC فقم بإحضاره كل من النسخ الأصلية. سيتم إرجاع مستندك الأصلية عند انتهاء من المقابلة وسيتم الاحتفاظ بنسخ من الصور. المرحلة السابعة، في نهاية مقابلة تأشيرة الهجرة الخاصة بك في القنصلية الأمريكية سيبلغك الموظف القنصلي ما إذا كان طلب التأشيرة الخاصة بك قد تمت الموافقة عليه أو رفضه لا قدر الله. الموافقة على التأشيرة، سيتم إخبارك بكيفية وتاريخ تسليم جواز السفر والتأشيرة. في حالة الرفض سيتم إخبار
لماذا لا يحق لك الحصول على التأشيرة؟ ملاحظة: قد تتطلب بعض طلبات التأشيرة المرفوضة المزيد من المعالجة الإدارية. عندما تكون مراجعة المعلومات ضرورية، يقوم الموظف القنصلي بإبلاغ مقدم الطلب في نهاية المقابلة. ستختلف مدة التحقيق من الملف إلى آخر، والمرجو إعطاء الوقت الكافي وإعطاء جميع المستندات الضرورية للمحقق الذي يهتم بملفك. وفي الأخير، هناك دليل للمهاجرين باللغة العربية يساعدكم على البدء في الطريق هنا في أمريكا، وفيه جميع المعلومات التي قد تحتاجونها لبدء حياة جديدة في أمريكا. حد سعيد في أمريكا، ومرحبا بكم معنا.